النوبة هذه سرق الحلال هو الحرامية اللي معه، مو هو بعيد المرة الجاية يقتل بني آدم لجل يسرق ماله حلال. البايق ماله غير الطرد، قال هل تقلعه؟ يعني أنا ولد عمي كذبين؟ قلهم الله يسلمكم، لبين ما تلف الساعة اللي حول بيها بيكم، وحينها وحينها يا ويلكم مني. حتى لو قصدت يا ولد الشيخ تقول للحرمة اللي قد أمك كذابة، يحق لك. الكبرى لله بيبا، حنا كلنا عبيده بخليكم، وما يطلع لنا أبد نتكبر ونشوف حالنا. سواياك الشينة هي اللي وصلتك لهاي المواصيل. أنا ما سرقتك مطلق، أنت من حالك اللي سرقتك، لا تتهمني معك. ودي بارودة أخلي طلقها يطلع من راسك.